صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز. وحشتوني جدا ورجعت لكم النهارده في فيديو جديد. والفيديو بتاع النهارده هنتكلم مع بعض عن افضل طريقه لترجمه الملفات الكامله او الملفات اللي موجوده عندك على الجهاز من نوع بي دي اف وورد او اكسل. طيب في حد ممكن يقول لي طب انا ممكن افتح ملف الوورد او البي دي اف اللي عندي واخد كل الكلام اللي موجود جواه كوبي وابدا ان انا اروح مثلا على جوجل وابدا ان انا اترجم الكلام ده. هقول لك بكل بساطه يا صديقي ان جوجل اخره في الترجمه اللي انت بتضيف فيها او المربع بتاع النص اخره 5000 حرف فقط. يعني لو انت عندك ملف بي دي اف مثلا كبير شويه او لو عندك ملف وورد كبير شويه هتلقى الموضوع صعب جدا وهتضطر ان انت تقسم ملفات الترجمه. ولكن الطريقه اللي هقولك عليها النهارده طريقه سريعه جدا وتقدر من خلالها ان انت تترجم اكتر من ملف وبسرعه جدا. والطريقه بكل بساطه ان انت هتبدا تاخد الملف بتاعك البي دي اف او الوورد او ايا كان الملف اللي موجود معاك وترفعه على موقع من المواقع اللي انا هسيبها لك في الوصف بتاع الفيديو ده، وخلال لحظات هيتم ترجمه الملف بسرعه جدا وتبدا ان انت تنزله مره كمان عندك. والكلام ده ينطبق على ملف موجود عندك لو اكتر من 5000 حرف، فالموضوع بالنسبه لك هيبقى اسرع 100 مره من انك تعمل كوبي وبيست ونزل الملف واحفظ في الحته الفلانيه والكلام ده. لا، انت بكل بساطه بترفع الملف ترجم داونلود الملف الموضوع منتهي. والموقعين اللي موجودين معانا النهارده هم موقعين مشهورين جدا وهو جوجل ويندكس. المواقع دي بكل بساطه هتقدر من خلالها ان انت تترجم نص معين او تترجم ملفات كامله من انواع مختلفه زي مثلا الوورد او البي دي اف او الاكسل او اي ملفات نصيه ثانيه. واول طريقه هتكون على موقع جوجل، وبعد ما تفتح الرابط اللي هسيبه لك في الوصف بتاع الفيديو ده هيبدا يفتح معاك الموقع بطريقه عاديه جدا. اول حاجه هتعملها ان انت هتختار لغه الملف اللي انت عايز يطلع النهائي. يعني انت مثلا عندك ملف عايز يطلع باللغه العربيه فهتختار اللغه العربيه، دي اول حاجه. ثاني حاجه، والميزه دي موجوده في جوجل فقط مش موجوده في يندكس، انك مش لازم تقول لموقع جوجل ان الملف ده موجود باللغه الانجليزيه او اللغه الروسيه او الاسبانيه. لا، انت بكل بساطه بتبدا ان انت تقول لجوجل اختار او اكشف عن اللغه بطريقه تلقائيه، وبعد كده هتبدا ان انت تدوس على ابلود ويبدا انه يفتح معاك الكمبيوتر الخاص بيك. هتختار ملف البي دي اف او الوورد او ايا كان الملف اللي انت عايز تترجمه، وبعد ما يترفع معاك الملف على الموقع هتبدا ان انت تدوس على ترجمه، وهتنتظر لحظات بسيطه هيبدا جوجل انه يترجم الملف. وبعد ما ينتهي من ترجمه الملف هتضغط على كلمه تنزيل او تحميل اللي موجوده في نفس الموقع، هينزل معاك ملف البي دي اف مترجم باللغه اللي انت اخترتها. وطبعا الترجمه بتاخد وقت شويه على حسب عدد الكلمات اللي موجوده في الفايل اللي انت رفعته. وتاني طريقه موجوده معانا النهارده او الموقع التاني اللي موجود معانا النهارده واللي هسيب لك برده الرابط بتاعه موجود في الديسكربشن بتاع الفيديو ده، وهو موقع يندكس. هتبدا ان انت تفتح الموقع بطريقه عاديه جدا، وبعد كده هتبدا ان انت تعمل ابلود للفايل اللي انت عايز تترجمه، وبعد رفعك للفايل ده هتبدا ان انت تختار اللغه اللي انت عايز تترجم ليها الملف. والميزه اللي موجوده في موقع يندكس مش موجوده في موقع جوجل، وهي انك بكل بساطه بتقدر ان انت تتعرف على الفايل ده بعد الترجمه بتاعته قبل ما تعمله داونلود. يعني انت بكل بساطه بتقدر ان انت تشوف الترجمه بتاعه الملف ده ترجمه لحظيه، يعني ترجمه في نفس الوقت. لا، والمميز كمان ان انت تقدر تغير الترجمه دي قبل ما تعمل داونلود للملف ده. وبعد ما يتم ترجمه الملف هتبدا ان انت تدوس على كلمه داونلود اللي موجوده على اليمين من فوق وتنتظر شويه، وبعد كده الملف هينزل معاك بنفس الصيغه اللي انت رفعتها ولكن بالترجمه بتاعته. وكمان في ميزه موجوده في يندكس مش موجوده في جوجل، وان هو بكل بساطه بيقدر انه يترجم الصور اللي بتترفع له. بمعنى ان انت لو عندك صوره مثلا مكتوب فيها باللغه العربيه وانت محتاج تحول الترجمه من اللغه العربيه للغه الانجليزيه او العكس او ايا كانت اللغه اللي مكتوبه على الصوره دي، تقدر بكل بساطه ان انت تروح لموقع يندكس او تختار ابلود ايمج، وبعد كده بترفع الصوره بتاعتك، وبعد ما ترفع الصوره بتستنى شويه، وبعد كده بتختار لغه الترجمه اللي انت محتاج ان الصوره دي تترجم ليها، وبعد كده بتبدا ان انت تعمل داونلود للصوره وبتنزل عندك باللغه اللي مترجمه. وفي نهايه الفيديو يا صديقي لو استفدت من الفيديو ده اتمنى دعمك معايا للقناه بلايك وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس وزوروا مدونة الجروب والصفحه على فيسبوك. ولو عندك مشكله تقدر تواصل معانا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى تعليقات على فيديوهات التيك توك. ولو عندك استفسار او طلب تقدر تواصل معانا على صفحه الفيسبوك، ان شاء الله متاحين كل يوم من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب الا يوم الجمعه. وبس كده.